بوف بيستري بالدجاج والبشاميل، حاجه كده هنعمل فطيره كده وهميه ما يتشبعش منها. هحتاج طبعا عجينه بوف بيستري، بنجيبها من السوبر ماركت. انا واخده هنا 4 قطع حطاهم، والحجم واخده الكبير، الحجم الكبير واخده واحده وحطها وحط عليها الثانيه وفرداهم مع بعض بالشكل ده، واخده يعني كل 2 مفرودين مع بعض. لو خايفة انهم يفكوا مني بدهن شوية زبدة واقوم مثبتاهم مع بعض. يبقى 4 عجينة من الباف بيستري كبيرة، 2 كوباية من البشاميل يكون القوام بتاعه تقيل، احنا عملنا بشاميل كتير جدا قبل كده، فلفل رومي اخضر جوليان او مربعات صغيرة، 1 كوباية ذرة حبوب، كمان عندي 1 كوباية من الزيتون الاسود المفروم، 2 من صدور الدجاج مسلوق ومتنسل صغير خالص على قد ما نقدر، جزرة مبشورة خشنة، وكمان 2 صفار بيضة للوش مع السمسم، وهحتاج 1 معلقة كبيرة من الشبت المفروم. عندي هنا هحط المادة الدهنية، أول حاجة طاسة فيها شوية زيت أهو، شوية بسيط كده مش كتير، ونعملها بالطريقة دي. هاخد بقى هنا الفراخ أشوحها تشويحة، معاها الجزر، الفلفل، الزيتون اهو، الشبت بتاعك، شبت، كزبرة، بقدونس، اللي انت حباه، ملح، ما نكترش ملح كتير على حسب رغبتنا لان صوص البشاميل فيه ملح، فلفل اسود. عندي العجينتين بتوعي، هاخد اول واحدة وهحطها كده اهو، وهبتدي اعملها بالطريقه دي، طريقه سامبل جدا، واعملها في الصينيه بتاعتي. ممكن اعمل صينيه بيتزا على فكره عادي جدا، صينيه مربعه اللي انا عايزاه بالطريقه دي، وابتدي هنا اوصلها، لازم اوصل السور بتاعي يبقى بالشكل ده حلو، واجي هنا ابتدي شايفين ادوس عليها كده، هتقطع نفسها بنفسها، مش لازم انا اقعد اقطع فيها كده. شوكة مهمة جدا، ونعمل للباف بيستري كده، مهمة قوي 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 قوي. بس هاخد هنا صوص البشاميل التقيل جدا، هاخد نص هدهنه بالطريقة دي، وممكن اخلطه مع الحشوة اساسا من الاول. هقوم واخده هنا الحشوة بتاعتي بالشكل ده، بنشوحها على النار تشويحة بسيطة عشان الخضار تبقى معايا حلوة. ممكن استغنى عن اللحوم تماما واعملها بالشكل ده، وممكن البشاميل اعملها من غير لبن، اعمل بدل البشاميل ما اعملها باللبن اعملها بالمية شوربة، لو عندي شوربة عادية جدا، شوربة خضار مش شوربة لحوم، وهتبقى معاكم صيامي وتبقى معاكم حلوة جدا يا مدام روحية بصراحة. عندي هنا تاني الطبقة التانية من صوص البشاميل التقيل، مش الصايص معايا اللي هيبهدل لي الدنيا، وهعمله بالشكل ده وما وصلوش للجناب بتاعتي. الله، بس كده. عندي بقى الغطا بتاع اهو السكينة اهي. عندي الغطا بتاع الايه بتاع التارت دي، هنعمله بايه؟ هنعمله بالعجينه الثانيه او بالصفحه الثانيه من العجينه اللي احنا عاملينها. في طبعا قطاعات جاهزه بالشكل اللي انا بعمله ده، بس طالما انا مش متوفر عندي فهبتدي اعمل كده، بخططها بالشكل ده، يعني موضوع مهم ومش هياخد منك وقت ما تقلقيش نهائيا، بس نشوف الحتت اللي احنا ما عملناهاش كده كده وكده. طيب عملناها بالشكل ده، ببتدي اخدها واوزعها، بس ما اعملهاش قوي يعني، ما فرقهاش قوي لان دي باف بيستري مش عجينه عاديه. نجيب الصينيه كده وناخد الباف بيستري، وابتدي بقى هنا ابتدي اساعد ابين الخطوط او الخرام دي عشان يبقى شكلها حلو كده وانا بقدمها.
وبالراحة عليها وهي كده كده هتنفش لوحدها. هتيجي المرحلة دي هعمل ايه؟ هاخد سباتولا او اخد ايدي عادي جدا بالشكل ده واضغطها. انا هعمل كده عشان تمسك اهو بالجناب كلها بالطريقة دي. ندهنها بصفار البيضة ونقوم رشين عليها شوية سمسم او حبة البركة او زعتر او حبوب كمون وندخلها الفرن فقط لا اقل ولا اكثر.